إحدى الثورات الصناعية للصين هي صناعة السيارات. فالسيارات الصينية التي لطالما وصمت بالسيارة الرديئة حققت نجاحا باهرا على المستوى الداخلي والخارجي، بل وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الصناعات الخارجية. فما الذي تعرفه عن السيارات الصينية؟ في عام 1901 حطت سيارتان أمريكيتان على الأرض الصينية، أحضرهما البرتغالي لينز. السيارتان من صناعة الشركة الأمريكية أولدزموبيل، لتصبح هاتان السيارتان أول سيارتان تدخلان الصين وأول ما تعرف عليه الصينيون من هذا النوع من الصناعات. وفي عام 1928 قام جانغ شوي ليانغ بتجهيز فريق مختص لصناعة أول سيارة صينية، وهذه كانت أول مرة يحاول فيها الصينيون صناعة سيارة خاصة بهم، ليتحقق الحلم في 31 من يوليو من عام 1931، والذي ظهرت فيه أول سيارة صينية لتعلن ميلاد إحدى ركائز الاقتصاد الصيني الصاعد، صناعة السيارات. كانت السيارة التي تحمل اسم مينشان 75 لحمل البضائع، لهذا يتذكر الصينيون هذا التاريخ جيدا، كيف لا وهو تاريخ ميلاد صناعة ستغير مفهوم السيارة مستقبلا. 北京30万居民在天安门广场隆重举行开国大典. بعد إعلان قيام الصين الشعبية بتاريخ 1 من أكتوبر عام 1949، بدأت الصناعة الصينية تأخذ منحنى آخر كانت فيه الصعوبات والنجاحات. ففي عام 1953 قامت الصين باستخدام تكنولوجيا شركة ستالين لصناعة السيارة السوفيتية لصناعة أول سيارة صينية بعد ظهور الصين الجديدة، والتي سميت بسيارة التحرير الصينية، والتي كانت إعلان ميلاد السيارة الصينية لتحميل البضائع ذات الوزن المتوسط والذي يتراوح وزنها بين 4 إلى 5 طن. استمرت هذه الصناعة قرابة 30 عاما حتى عام 1982. وفي مايو من عام 1982 أعلنت الصين عن استراتيجية التقليل من صناعة السيارات ذات الأوزان الثقيلة والبدء بصناعة السيارات الصغيرة والمركبات المستخدمة في المزارع والسيارات ذات الاستخدامات الخاصة. أيضا قامت بتجديد الصناعات القديمة وتغيير الهياكل المستخدمة، وبهذا تنهي 30 عاما من صناعة السيارات ذات الوظيفة الواحدة. خلال هذه الفترة وصل عدد السيارات الصينية المصنعة سنويا عام 1992 إلى مليون سيارة. استطاعت الصين بعد 8 سنوات من هذا العام مضاعفة العدد فوصل إلى مليونين، وفي تسارع واضح وصل عدد السيارات المصنعة إلى 3 مليون بعد عامين فقط، وبعد عام فقط استطاعت مضاعفة القدرة الصناعية لتصل ل 4 مليون سيارة. وبعد إن كانت تصنع ما يقارب 361 ألف مركبة عام 1984، استطاعت مضاعفة العدد ل 17 ضعفا لتصل في عام 2005 إلى 5,700,000 مركبة، منها مركبات النقل والتي كانت صناعتها السنوية 6,000 مركبة تضاعفت 654 مرة. والآن وبعد أن وصلت السيارة الصينية إلى مرحلة النضوج التام، أصبحت السيارة الصينية تشق طريقها بثقة تامة، وعلى جانبي الطريق ينيرها الأمل والإصرار. ما الذي تعرفه عن السيارة الصينية؟ الرجاء المشاركة في التعليقات.